تتواصل شوط صباح هذا اليوم، تستمر الانطلاقات الصباحية على أرضية هذا الميدان، حيث انطلق شوطنا الرابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، والخاص بالتعداد الثنائي المهاجنات على صائل من مسافة 8 كيلومترات. انطلق هذا الشوط لننطلق لنتعرف على المراكز الأولى المتقدمة التي قدمت لها الجوائز النقدية، وهي ال10 مراكز الأولى. نتابع الصدارة، نراقب مقدمة هذا الشوط. في المركز الأول هذا مرابط يتقدم، سعيد بن سالم بن سعيد بن غدير الصدارة يقدم لنا حضور مرابط على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والحضور من خلال فريح يقدم خلفان بن محمد وخلفان المزروع اخذ المركز الثاني، وفي المركز الثالث هذا هو رعد يتقدم مع المركز الثالث حمد بن محمد وخلفان الشامسياتي بوجود رعد مع المركز هنا ايضا الثالث. المركز الرابع نتابع القادم في هذه اللحظات ملفت سالم بن السيل بن مسعود العامري خذ المركز الرابع. المركز الخامس الواصل نشوان محمد بن احمد الهويمل العامريات ايضا متقدم، الراعي نشوان خذ المركز هنا ايضا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. الخامس بينما المركز السادس هذا الذيب عبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني خذ المركز السادس، بينما النقل مباشرة الى المركز السابع بدران خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري خذ المركز السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن الواصل عالي سيف بن خليفة بن عمان المهيري متقدما مع المركز الثامن، وفي المركز التاسع سياف احمد بن طارش بن سعيد الكعبي، وفي المركز العاشر الزاقل محمد بن صالح بن راشد الخذيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة ال10 مراكز الأولى المتقدمة التي قدمت لها الجوائز النقدية. تابع الأسماء الأخرى، تابع الشعارات الأخرى المنطلقة بهذا الانطلاق المميز الذي تأتي من خلال تواجدها في هذا المسار بحثا عن الانتصار، بحثا عن ناموس هذا الشوط. الكل مشاركا من أجل الانتصار، حاضرا بهذا الأداء المتميز من خلال تواجد هذه السلالات العريقة وهذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط بالشعارات المختلفة. وين الصدارة؟ العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى بداية هذا المسار، العودة إلى بداية هذا الإبداع. من يتقدم على الصدارة، من ينطلق على مقدمة هذا الشوط في هذا المسار المميز وفي هذا الإبداع الذي يأتي من خلال تواجد وإبداع شعار الاكتبي، يأتي على الصدارة مع مرابط على مقدمة هذا الشوط. وعلى المركز الأول سعيد بن سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي يأتي على الصدارة، يأتي على المقدمة، ينطلق ويعلن بتواجد هذا الاسم على البداية على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الأداء المتميز. بينما نشوان خذ المركز الثاني، محمد بن أحمد بن الهويمل العامري خذ المركز الثاني، يقدم لنا حضور وإبداع نشوان مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما النقلة إلى المركز الثالث هذا الذيب عبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني وصل في هذه اللحظات، يقدم لنا هذا الاسم مع المركز هنا أيضا مشاهدين الكرام الثالث. المركز الرابع بدران خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري وصل في هذه اللحظات، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس هنا الوصول والحضور من رعد حمد بن محمد بن خلفان الشامسي، وصل بمحمد في هذه اللحظات، بدأ يتقدم ينطلق بهذا الاسم مع هذا الأداء ومع هذه التحديات القوية. الحضور والوصول من فريح خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، وصل في هذه اللحظات المزروعي يقدم لنا هذه الانطلاقة بتواجد فريح مع المركز السادس، وفي المركز السابع القادم والمنطلق سياف أحمد بن طارش بن سعيد
الوحيد الكعبية، والوصول أيضا من خلال تواجد السريع محمد بن هادي بن حمد الأحبابي. وصل الأحبابي في هذه اللحظات، بدأ يتقدم ويتسلل من مركز تلو مركز متقدم مع هذا الأداء الجميل، بينما الوصول من خلال حضور الزاجل محمد بن صالح بن راشد الخضيري. وصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الاسم متواجد بهذا الأداء المتميز. ومن الجانب الآخر عالي سيف بن خليفة بن عمار المهيري يقدم لنا هذه الانطلاقة مع هذا الأداء المتميز ومع هذه التحديات الصباحية الجميلة. هذه النتيجة لهذه الأسماء القوية، لهذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط الحاضرة والمنطلقة بحثا عن الانتصار بالسلالات الرنانة، بالسلالات العريقة الحاضرة في هذا الشوط. أسماء قوية، شعارات أيضا لها وزنها، لها ثقلها في عالم الأصالة، منطلقة في هذا الشوط معلنة بتواجد هذه الأسماء المنطلقة. وين مرابطه؟ وين مرابطه؟ لا زال يتحكم بقيادته وريادة هذا الشوط على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. يأتي بهذا الأداء المتميز، هذا هو يتقدم مرابط على الصدارة على المقدمة، يقدم في هذه اللحظات يتابع بهذا الأداء سعيد بن سالم بن سعيد الكتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يعلن بتواجد هذا الاسم منذ بداية هذا الشوط مسيطرا مهيمنا على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. 5 كيلومترات قضيناها والثلاثة أيضا متبقية عن الوصول عن العبور بقيادة مرابط على الصدارة، يتقدم بهذا الأداء، ينطلق بهذه الانطلاقة المتميزة. بينما المركز الثاني نتابع الوصول، نتابع الحضور من نشوان أحد أخطر الأسماء في هذا الشوط، يتقدم بالهويمل بسلالة نشوان أحد السلالات العريقة التي يمتلكها بالهويمل. يأتي أيضا متقدما بهذه السلالة، سلالة نشوان، يقدم لنا هذه الانطلاقة محمد بن أحمد بالهويمل العامري، يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الذيب، وصل الذيب عبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني، يقدم لنا هذه الانطلاقة، يتواجد بهذا الاسم مع المركز الثالث، ليكون رابعا بدران خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري. تدخل السريع محمد بن هادي بن حمد الاحبابي، بدأ بالوصول، بدأ بالتسلل من مركز تلو مركز متقدم في هذا الشوط. بينما المركز السادس وصول من فريح خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، يقدم لنا فريح مع المركز السادس. المركز السابع نتابع ونراقب الاسم القادم، الاسم الواصل في هذه اللحظات، يتقدم عالية سيب خليفة بن عمان المهيري. والقادم في هذه اللحظات هنالك قاصد علي بن سالم بن مصبح الكتبي، بدأ بالوصول مع المركز الثامن. المركز التاسع الواصل والمنطلق الزاجل محمد بن صالح بن راشد الخذيري. وفي المركز العاشر حطام، اول نداء لحطام، وصل بو صالح محمد بن صالح بن علي الحميري، يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم مع المركز العاشر. هذه النتيجة ال10 مراكز الاولى المتقدمة المنطلقة والحاضرة بحضور هذه الاسماء القوية، بحضور هذه الشعارات التي بدت بالاقتراب من بعضها البعض. ولكن مرابط لا زال على الصدارة، لا زال على المقدمة، متحكما بقيادة هذا الشوط على الصدارة على المقدمة. ولكن بالهويمل بدأ يتسلل محمد بن أحمد بن هويمل العامري، يأتي متقدم
يقدم لنا منطلقا في هذه اللحظات، يقدم لنا هذا الاسم، هو نشوان، هو نشوان على الصدارة على المقدمة. محمد بن احمد بن هويمل العامري ياتي على الصدارة بينما المركز الثاني القادم السريع محمد بن هادي بن حمد الاحبابي وصل، بدأ يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك مرابط سعيد بن سالم بن سعيد الاكتبي خذ المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات السناني وبن عمان، وهنالك بن ياعد، والشعارات غادمه والاسماء واصله. اعتدل المسار، اعتدل المسار، والمنصه بانت يا اخواني، المنصه بانت يا اخواني، يا ملاك يا مضمرين. ولكن الاحبابي مسيطر، الاحبابي مسيطر مع السريع، مع السريع محمد بن هادي بن حمد الاحبابي وبالهويمل بدا يغير المسار. محمد بن احمد الهويمل العامري بدا يتسلل في هذه اللحظات، يقدم لنا نشوان، يقدم لنا نشوان احد بنوك الانتاج هنا ايضا التي يمتلكها بالهويمل، هو نشوان. وهذه سلالة نشوان، وهذه سلالة نشوان، بينما المركز الثاني الاحبابي والقادم وصل الاكتبي علي بن سالم بن مصبح الاكتبي وبن ياعد، يقدم بدران، يقدم بدران، الاسماء قادمه، الشعارات واصله، ولكن بالهويمل، ولكن بالهويمل راعي نشوان، راعي نشوان مشكور على الابداع، قدم هذه الانطلاقه القويه، اعلن بوجود براعي العوايد، براعي الانجازات، ما يخلي عوايده، انجاز انت وانجاز، مشكور يا بن هويمل، سلام زاخر سلام، تحية واحترام لهذا الشعار، سلامي هنا ايضا لمحمد بن احمد بن هويمل العامري على فوز نشوان. المركز الثاني كان قاصد علي بن سالم بن مصبح الاكتبي، ثالثا السريع محمد بن هادي بن حمد الاحبابي، رابعا بدران خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، وفي المركز الخامس كان هنا ايضا سليماني سعيد بن علي بن محمد النعيمي. هذه النتيجة 12 دقيقة 35 ثانية، تهانينا والناموس لملك نشوان محمد بن احمد بن هويمل العامري، وسلام زاخر سلام.